عايزين كده نبتدي الكلام معاكي النهارده. هنتكلم حاجات سبيسيفيك شويه عن الخلافات الزوجيه، وازاي ان الطاقه السلبيه في البيت ممكن تاثر على الخلافات الزوجيه بين الازواج اللي عايشين. يمكن كمان يا حنان الطاقه بتاعه البيت هي اللي بتادي من احد اسباب الخلافات الزوجيه. فيمكن الخلافات الزوجيه ممكن نتلاشاها بطرق كتير قوي. زي ما احنا بنقول ان البيت طاقة المكان، يعني برضو نعرف الناس طاقة المكان هو عبارة عن المكان اللي انت بتعيش فيه ليه طاقة بتأثر على حياتك وعلى جذبك للطاقات الإيجابية في حياتك. يعني هي عبارة عن مسارات الطاقة التي لا ترى ولكن تؤثر تأثير قوي في حياة الإنسان، بتخلي بيته وشه حلو عليه أو بيته وشه وحش عليه. فطبعا بالنسبه للخلافات الزوجيه اللي ممكن بتحصل نتيجه طاقه مكان مش حلوه، في ايام كده الواحد بيصحى الصبح يقول لك اليوم ده معفرط من اوله. ده بيبقى نتيجه ان ده نتيجه دي نتيجه اليوم اللي قبله او اليومين اللي قبله. اتفرج بقى على فيلم رعب، شاف احداث دمويه قاتله، قعد يبص بقى على الاحداث اللي بتتداولها الميديا والفيسبوك عن معرفش مين قتل مين ومين خنق مين ومين ضرب مين. فالعقل الباطن بتاع الإنسان بيخزن كل حاجة وحشة، فبيترجمه ليومه التاني بطريقة مختلفة ولكن سلبية. بتخلي دايما احنا بنقول الشبيه يجذب الشبيه، فأنا شفت حاجة وحشة هتتحقق حاجات وحشة كتير في حياتي. فهو المفروض قبل ما ننام نبطل بقى نتفرج على الحاجات المرعبة والحاجات اللي فيها أخبار سيئة وحاجات مش كويسة، علشان ما ترجمهاش في حياتي لحاجات سيئة زيها. طيب إزاي بقى طاقة المكان بيكون لها علاقة بالخلافات الزوجية؟ بالنسبة لطاقة المكان بتأثر كتير الطاقة اللي موجودة على الراجل ومراته في البيت. زي إيه؟ حتة وجود البوتاجاز اللي هو يعتبر عنصر ناري ملاصق للحوض وهو عنصر مائي، بنسميه كده على أقوال الجدات اللي هو ايه، ميه ونار. الميه والنار شغاله بقى، ده بيطفي ده، ففي بيحصل كلاش جامد قوي بيؤدي الى ان ممكن الزوجين بيختلفوا كتير جدا. فمعظم البيوت، او عايزه اقول 99% من البيوت اللي بتلاقي فيها الحوض ملتصق بالبوتاجاز بيبقى في دايما على طول زي ما بيقولوا خناقه شغاله باستمرار. فانا بنصحهم انهم يبعدوا البوتاجاز عن الحوض على الأقل مساحة 40 سنتي، اللي هي يكون حتى في رخامة أو يكون في ترابيزة أو شيء فاصل ما بينهم. لأن حتى كفانكشن إن أنا ما ينفعش أطلع الحلة السخنة من على النار في البوتاجاز ولاقي على طول أحطها في الحوض. الحاجة التانية تواجد الألوان المضادة اللي بتعمل كتير من المشاكل والخلافات القوية والحدة كمان في الطباع، زي اللون الأحمر الدموي القوي اللي هو بيدي نوع من أنواع التأثير النفسي على الإنسان، لأنه لون ذو تردد قوي يؤثر في طاقة الإنسان. فبتلاقي البني آدم متضايق قوي من اللون الأحمر الدموي اللي موجود في حيطة كاملة مثلاً، طقم انتريه كبير جدا. دي غلطات كلها شائعه جدا بنعملها يمكن في بيوتنا واحنا مش واخدين بالنا منها.